الأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبو ظبي، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وحشد من المدعوين وأقارب وأهل العروسين والأصدقاء. وتضمن الحفل مشاركة فرقة الفنون بعروض وأهازيج منوعة من التراث الشعبي ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة.